السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ واش مباركة؟ مرحبا بكم مرة ثانية في القناة أدم ومولتو. اليوم غنشارك معكم غريبة ديال العيد اللي هي غريبة بالنخالة أي بتشايش أو الحمراء. بالنسبة للمقادير ديال هاد الغريبة هادي سهلة وبسيطة ومتناول الجميع وصحية بزاف. عندنا هنايا زلافة ديال التشايش ديال النخالة، يعني تكون رقيقة تنحمصوها واحد شوية. عندنا هنايا كاس ديال الكوك، عندنا كاس ديال سنيدة فيه واحد القبيصة ديال الملح، هنا كاس ديال الزيت، هنا السكر كلاصي فاش نفندوها، جوج ديال البيضات وواحد الفاني. ندوزو على بركة الله الطريقة. تنديرو أول حاجة البيضات، بسم الله. صحيه بزاف، خصوصا اللي عنده القبض او عنده مسران او دا، يعني راه صحيه. تنديرو مع السنيده والفاني، تنخلطها مزيان حتى تذوب لي ديك السنيده. ملي تذوبنا تنزيدو الكاس ديال الزيت، نخلطو تاني. وخمارة حمراء، نسيت ما ذكرتهاش المقادير، خمارة حمراء. مبقيناش نحسو بسنيدة، ونسج منا الزيت مع البيض. هنا غادي نبدا نضيفو هادي الحمرا، كلي تيقولها النخالة، كلي تيقولها التشايش، كلي تيقولها الحمرا، كل واحد شنو تيقولها. نخلطو، حمصو واحد شوية باش تعطي واحد لوكو زوين. وحنا تنمعكو فيها باش تجينا معلكة. نزيدو الكاس ديال الكوك، الكوك يكون رقيق ما يكونش داك الكوك الغليظ. تتجي لذيذة، واللي ما بغاش يدير الكوك يمكنو يدير الجنجلان، كاس ديال الجنجلان مغسول ومحمر وطحنوه واحد شوية هيك بحال لي تهرمشو باش يطلق داك لوكو ديالو. هكا عركوها مزيان، كل ما تعركات كل ما جات معلكه. دابا غادي نزيد واحد الخمارة حمراء، ونخلطو وحنا تنعركوها هكا. كل ما تعركات كل ما تجينا معلكه وزوينه، وهذا هو القوام ديالها. يعني ما تكونش قاصحه بزاف باش ما تجيناش قاصحه، وما تكونش رطبه بزاف العجينه تكون خفيفه باش ما تسيحناش ملي نديروها في الفران، يعني تغير الحجم ديالها. دابا دابا ندوزو باش نكوروها. تندير واحد طباسل فيه واحد شويه ديال الماء زهر باش نفزقو يدينا ما تلصقناش العجينه في يدينا، وتنكورو
الحجم اللي بغينا، صغيره كبيره مويان. وهذا السكر كلاصي سبيسيال، يعني الا ما كانش عندكم سكر كلاصي سبيسيال خذوا السكر كلاصي عادي وزيدوا له واحد جوج معلقات ديال النشا باش تجينا الغريبه مغطيه بسكر كلاصي. تنفندو ماكا مزيان وتنديروها في الطبسيل. تنديروها غير هكا كويرات، راه ملي تدخل الفران مع الخميره هي اصلا تتبسط راسها وتتشقق لنا. ندخلوها الفران يكون سخون من قبل ونديروه على درجه متوسطه ونشعلو عليه من الفوق، هو الاول تكون العافيه من الفوق ديال الغريبه ديالنا حتى تشقق لنا مزيان، وعاد ديك الساعه نوليو نشعلو عليها من التحت غير تقبط راسها لان اصلا ما فيهاش ما يطيب. تنغبروها مزيان الناس اللي عندهم القبض او الناس اللي تعانيوا من المصران، راه زينه هذه النخاله اللي فيها راه زينه. هاد الانواع ديال الغريبات دائما حاولوا ديروا لهم سكر كلاصي سبيسيال، غريبه كاوكاو ملوزه، غريبه ديال السميده باش ما يشرب لكمش وما تيبقاش فوق منها كاع سكر كلاصي. واللي بغى يذوب المقادير يذوبلها، يعني انا تعجبني نديرها دائما طريه. تنستمروا هكايا حتى تنكملوا هذا الخليط اللي عندنا كامل وندخلوه الفران. ملي نكملوها كامله
نجيو للوسط بحال هكا ونبركو بسبعنا لواحد شويه هكا. كلها ندوزو عليها هكا بصبع، نضغطي واحد الضغطه هي بسيطه هكا. هذا هو السر باش تجينا غريبه مشقه مزيان. صافي وندخلوها للفران. ندخلوها للفران يكون معتدل الحراره، ونشعلو ليها من الفوق هو الاولاني، عاد نشعلو من التحت. هنا ملي طابت لينا هذا هو الشكل ديالها، غادي نخليوها في الطبصيل ديالها، ما نحيدوهاش حتى تبرد مزيان، حيت الا قصنا هذيك الساعه غادي نبجغوها كامله حتى تبرد مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا، كي تجي تبارك الله مشقه غزاله ومعلكه ملكش. يعني مفيده وصحيه وكل شيء. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وديروا لنا واحد لايك، اشتركوا في القناة ديالنا بالضغط على الزر الأحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد علينا. وشكرا كاع الناس اللي تيساندوني وكاع الناس اللي تيدعموني، تنقول لهم شكرا وعواشركم مباركة.